السلام عليكم، يعطيكم العافية طلابي، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم بدنا نشرح الدرس الرابع في مادة الجغرافيا للصف التاسع، اللي هو مشكلة انحسار مياه البحر الميت. قبل ما نحكي شو يعني مشكلة انحسار مياه البحر الميت، بدنا نتعرف على البحر الميت، سواء موقعه، أهميته الاقتصادية عندي. طبعا الكل بعرف البحر الميت إنه هو موجود عندي في الغار الأردني، وهو أخفض بقاع اليابسة قاطبة. شو يعني أخفض بقاع اليابسة قاطبة؟ يعني هو أخفض نقطة في العالم، أخفض نقطة في العالم. انخفاضه ببلغ 423 سالب تحت مستوى سطح البحر. تمام؟ طيب نيجي نحكي عن الأهمية الاقتصادية للبحر الميت. البحر الميت بنفرد بميزات كثيرة، منها انخفاضه عن مستوى سطح البحر، مياهه شديدة الملوحة، فمعدل الملوحة بصل ل 370 جرام لكل لتر، وهو 10 أضعاف الملوحة في البحار والمحيطات. ثلاثة، غني بالأملاح والمعادن اللي بتشكل ثروة هائلة يمكن الاستفادة منها في مجالات متعددة، سواء في الصناعة أو في العلاج. طبعا النقطة الرابعة انه تعد مياه البحر الميت علاجا ناجعا للعديد من الامراض الجلدية. في كثير ناس بيجوا عنا زوار وسائحين بس عشان يتعالجوا من مياه البحر الميت، لانها كثير منيحة في علاج الامراض الجلدية. طبعا سهلت السباحة، سهولة السباحة فيه نظرا لارتفاع كثافة المياه فيه. ليش السباحة سهلة فيه؟ بسبب ارتفاع كثافة المياه فيه. ليش كثافة المياه فيه مرتفعة؟ بسبب زيادة نسبة الملوحة في مياه. بالتالي إذا زادت نسبة الملوحة بتزيد الكثافة، فبسهل علينا السباحة في مياهه. آخر إشي بدنا نحكي إنه هو مقصد سياحي من جميع أنحاء العالم، يعني السياح بيجوا بشوفوا شو هاي أخفض نقطة في العالم، واللي مع أمراض جلدية بيجي بتعالج عنا في مياه البحر الميت. هلا شباب وبنات، بدنا ننتقل لمشكلة انحسار مياه البحر الميت اللي هو عنوان درسنا. شو يعني انحسار مياه البحر الميت؟ يعني بلش مستوى سطح البحر الميت يتراجع من عام 1960 كان منتظم، بعد هيك بلش يتراجع. ليش زاد التراجع بعد عام 2000؟ عندي مجموعة من العوامل الطبيعية، مجموعة من العوامل البشرية. أهم العوامل الطبيعية اللي أدت لانحسار مشكلة مياه البحر الميت اللي هي جفاف منطقة البحر الميت، لأنه واقع في الغور والكل بيعرف إنه الغور منطقة جافة، وتراجع سقوط الأمطار، يعني نادرا ما تسقط عندي الأمطار في منطقة الأغوار. للعوامل الطبيعية، البشر أو الإنسان حول مياه الروافد اللي بتغذي مياه البحر الميت من الجانبين الشرقي والغربي عشان يستفيد منها في الشرب والزراعة والصناعة، وعشان هيك بطلت هاي الروافد تغذي مياه. العوامل الطبيعية، البشر أو الإنسان حول مياه الروافد اللي بتغذي مياه البحر الميت من الجانبين الشرقي والغربي عشان يستفيد منها في الشرب والزراعة والصناعة، وعشان هيك بطلت هاي الروافد تغذي مياه البحر الميت. طبعا العلماء بيخشوا من ازدياد معدل انحساره في عام 2050، وهذا التراجع يعني بيحذر من حدوث كارثة بيئية. تمام، بدنا نشوف الصور الجوية اللي عنا في الكتاب. عنا في الكتاب مراحل انحسار مياه البحر الميت بين عام 1960 و2050. بال 1960 زي ما انتوا شايفين كان البحر الميت انحساره منتظم، بلش بالأجزاء الجنوبية بال2000 ينقص شوي شوي. شوفوا الصورة الجوية أو الصورة المتوقعة للبحر الميت بال2050، إنه أغلب الجزء الجنوبي راح ينحسر ويتحول ليابسة. تمام، طبعا أهم الأضرار اللي بتنتج عن انحسار مياه البحر الميت، أول إشي بتنتشر عندي حفر الإذابة. هاي الحفر بتحدث في المناطق اللي تراجعت عنها مياه البحر الميت. بعدين راح تنتشر عند الانزلاقات الأرضية بسبب انخفاض منسوبة، ف
فبصير في عندي فرق بين المناطق المنخفضة والمناطق المرتفعة، فبالتالي بتزيد عندي درجة الانحدار، بصير عندي عدم استقرار للسفوح والمنحدرات المحاذية للبحر الميت. هاي أهم الأضرار اللي بتنتج عن البحر، عن انحسار البحر الميت. هلأ في عندي مشروع قام أو تبناه الأردن عشان يحلوا مشكلة انحسار البحر الميت اللي هو مشروع ناقل البحرين. شو يعني مشروع ناقل البحرين؟ مشروع لإنقاذ البحر الميت من الانحسار. طبعا الفكرة بتقوم على إنهم بدهم ينقلوا مياه البحر الأحمر اللي هو مياه العقبة لا البحر الميت من خلال رابط مائي أو ناقل مائي بربط البحر الميت في البحر الأحمر. يعني بتصير البحر الأحمر بيغذي عندي البحر الميت عشان ما ينحسر. طبعا بحكي لي نظرا لما يعانيه الأردن من نقص حاد في الموارد المائية المتاحة وارتفاع معدلات النمو السكاني، كان لابد من أنه نجد مصادر مائية إضافية عشان نغذي العجز والاحتياجات المستقبلية. عشان هيك تم إنشاء فكرة مشروع ناقل البحرين لعدة أهداف. أول إشي بدها تغطي العجز المائي في الأردن من خلال إنشاء محطات التحلية على طول طريق الخط من العقبة لا البحر الميت، مثل محطة تصريف تحلية المياه المالحة، محطات الطاقة الكهرومائية، منشأة الريشة. بعدين بدهم يحافظوا على منسوب مياه البحر الميت من الانحسار والجفاف، وبيقوموا طبعا ثالث هدف اللي هو بدهم يقوموا بتوليد الطاقة الكهربائية. هيك بنكون خلصنا درس انحسار مياه البحر الميت، ويعطيكم ألف عافية.